رز مهري شويه جوه، واضح ان هو اتسوى جوه الفراخ. تعال ندوق بقى الفراخ. اوكي، في سبايسز وتوابل واضح انها خاصه بيهم، في فلفل اسود طبعا باين قوي، واضح انها خاصه بيهم انا مش قادر استمتع بيها، مش بسببها، هي سخنه وجميله، لان انا بحب وراك الفراخ مش الصدر، ودي معموله بصدر الفراخ. ولكن بالنسبه للناس اللي بيحبوا صدر الفراخ هتعجبهم جدا، واللي بيحبوا الفلفل الاسود هتعجبهم قوي. حلو قوي، حلو قوي. هي تندر طعمها ناعم وجميل، بس طبعا زي ما بقول لكم انا ما يعني خليني في الموز. وبعدين دي على اسمي، وفيها لوز، لوز الجوز، والسلطان مراد، يعني حاجه منظمه خالص. طيب انا يعني هسيبكم بقى، انا شرحت لكم بما فيه كفايه. طبعا في فن في الاكل، يعني الاكل مش يدوق خلاص، لازم في فن. من هذا الفن ان انت تحط شويه ايه، جوز وطماطم على الرز وتقلبه كده، فاهم قصدي ايه؟